السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايب قلبي، شباب وبنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه معانا النهارده؟ حلقة جديدة. إيه يعني قبل ما نبدأ الحلقة وقبل ما نتكلم عن الكوارث اللي بتحصل وقبل ما نتكلم عن اي حاجة، تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات، تسيب اللايك بتاعك، اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اهم من ده كله، بعد ما تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، تدعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصر عزيز مقتدر، يرحم شهدائهم ويصبر قلوبهم، ونشوف النصر يا رب ونفرح كلنا قريب يا رب ان شاء الله. طيب هنتكلم دلوقتي عن حلقة بعنوان رفقا بالبني ادمين، رفقا بطلاب الثانوية العامة، رفقا بقلوب لسه بتبدأ حياتها، لسه عايزة تبني مستقبلها عشان تعرف تبدأ حياتها، رفقا بالأهالي، رفقا بالناس اللي بتموت. انت يا بني آدم، يا اللي بتحط الامتحان، يا اللي ما عندكش ذرة احساس باللي قدامك وبالطلبة وبالأهالي وبمعاناة سنة كاملة، من قهر، من دروس، من ضغط، من كل حاجة، من بعد عن كل ملذات الحياة. ما فيش قدامي غير ان انا اذاكر بس عشان اجيب مجموع وانجح في الثانويه العامه. رفقا بكل دول، انتوا ليه بتعملوا كده؟ ليه البني ادمين ليه بيصعبوا على ربنا يصعبها عليكم زي ما مصعبينها عليهم؟ ربنا يصعب عليكم حياتكم، يصعب عليكم دنيتكم، يصعب عليكم كل حاجه، وكل حاجه بالنسبه لكم تبقى صعبه زي ما انتم مصعبينها عليهم. ليه صعب؟ ليه انا اصعب على البني ادمين؟ ليه انا افرق يعني بحاجة مستحيلة؟ ليه أبقى أنا سبب في موت بني آدم، سواء بالقهرة، سواء ضغط دم، سواء هبوط حاد، سواء ليه شباب لسه ما بدأوش حياتهم يموتوا في لجنة امتحان، أو يموتوا بعد امتحان، أو يتقهروا بعد امتحان ويقولوا مش مكملين؟ نذاكر ليه؟ الأسئلة أول مرة أشوفها أحل أسئلة مراجعة، وأحل امتحانات قديمة، وأحل مراجعات قديمة، وأجيب الكتاب من الألف للياء، وأجيب كل المراجعات، وأعمل كل حاجة، في الآخر أخش ألاقي أسئلة عمري ما شفت عنها أي حاجة. يا أخي اتق الله أنت وهو. أي حد بيحط امتحان وأي حد في إيده مسؤولية، اتقوا الله، اتقوا الله في البني آدمين دول، في الأهالي اللي طفحت الدم عشان العيال، في العيال اللي ذاكرت وسابت كل حاجة في حياتها وكرست وكدست نفسها للمذاكرة فقط لغير. انتوا في ايه؟ انتوا ما بتحسوش بغيركوا ليه؟ ليه انا يبقى هدفي في الحياة ان انا اعقد الطالب في حياته وعشته ودنيته، واجيب اسئلة خيالية خزعبلية ما حدش يعرف عنها حاجة؟ انت كده كويس، انت كده شاطر، انت كده ضيعت مجهود، مصاريف، صحة، كل حاجة، مش لحد واحد، للطالب وللأهل كلهم. البيت اللي بيبقى فيه ثانوية عامة ده بيبقى يعني معلوم فيه حالة الطوارئ، كل الناس خلاص عارفة ان البيت ده فيه ثانوية عامة، كل البني ادمين اللي في البيت بيعملوا خاطر للثانويه العامه، سواء ام اب اخوات، كل حد خلاص هو عندنا ثانويه عامه. ليه انا ضيع مجهود سنه كامله؟ لا بالعكس، اكتر من سنه، من مسافه ما يخلص ثانيه سنه وبيبدا يحجز دروس ثالثه سنه وبيبدا يدخل بيبدا دروس في الاول خالص من قبل الناس كلها ما تبدا لغايه وبيمتحنوا اخر ناس. ليه انا اضيع مجهود البني ادمين دي كلها عشان دماغ دكتور مفيش في دماغه غير ان انا لا ابقى نابغه، انا اجيب اصلا امتحان انا معرفش احله، يعني واثقه مليون في المئه ان ممكن يكونوا جايبين امتحانات من ناس تانية، من مترجمين امتحانات، منيلين اي نيله، ما يعرفوش لهم اجابه اصلا. بذمتكم انتوا عندكم نماذج اجابه للامتحانات اللي جات للناس دي؟ ليه انا كل شويه والتانيه اشوف فيديو سواء مات انتحرت، جالها هبوط حاد في المستشفى، مش عايزه اكمل؟ ليه بتعملوا كده؟ ليه تضيعوا مجهود الناس دي؟ ليه تتعبوا الناس دي؟ ليه تضيعوا مجهود الاهالي، سواء مجهود صحه، سواء مصاريف، سواء اعصاب، سواء كل حاجه؟ انتوا مستفادين ايه؟ انا بس عايز اعرف حاجه واحده، انتوا مستفادين ايه من اللي انتوا بتعملوه ده؟ كل واحد في ايده مسؤوليه انه يحط امتحان، ليه صعبها على البني ادمين؟ سنه فارقه، ماشي سنه فارقه، بس احط انا حاجه موجوده في المناهج، حاجه انا درستها، حاجه الطلاب درسوها، مش هجيب حاجات خياليه.
واقول لك لا المفروض يكون فاهم وعارف. لا مش المفروض يكون فاهم وعارف، ده حتى في الكليه ما بيعملوش كده، في الكليه بيجيبوا من المناهج، ما عدا دكاتره هندسه طبعا مالناش دعوه بيهم، دول دكاترتي وكانوا بيجيبوا برضو حاجات خياليه مالناش دعوه بيها، وخصوصا في الرياضه وفي الكلام ده مالناش دعوه. ماشي هندسه، هندسه كليه تشغيل المخ، بس ليه انا اساوي كل البني ادمين في امتحان يصعب حله؟ ليه الناس تطلع مقهوره ومعيطه؟ ليه تاخد تلم كل يوم يا اللي حاطط الامتحان اي ماده؟ انا ما بتكلمش عن ماده بعينها، انا بتكلم عن كل المواد، لان كل المواد الشباب طالعه متدمره سواء بنات ولا صبيان، الشباب طالعه متدمره. ليه؟ ليه انا ادمر جيل كامل واخليه كل ما يفتكرني اصلا ويفتكر الماده ويفتكر الامتحان يدعي عليا، يعيش عمره كله يدعي عليا؟ وانت تستاهلها بصراحه، يعني اي حد حط امتحان خيالي خزعبلي يستاهلها، يستاهل انه يدعي عليه، يستاهل انه يفضل حياته كلها كل ما يفتكر ان ده البني ادم ده سبب في ضياع مستقبلي، ضياع مجهودي، ضياع تعبي وتعب اهلي وسهري وكل حاجه عملتها عشان اوصل في الثانويه العامه لحاجه ابقى فيها كويس ومركز ادعي عليه. ودعوة المظلوم مستجابة، وانت ظالم الناس كلها بامتحان او بسؤال، حتى لو سؤال في امتحان ملوش لازمة، ملوش لازمة اضيع يعني بوينت في امتحان او نقطة في امتحان واضيع عليها درجات على الفاضي عشان ابين ان انا بني ادم فذ عبقري مفيش زيي، بحط امتحانات محدش يعرف يحلها. يا شيخ اتوكس، يا شيخ اتوكس، ما انت كنت في يوم من الايام في مكان الطلاب دي، ويا ريتك جبت مجموع، ده انت دخلت تربيه وطلعت مدرس، او دخلت اداب وطلعت مدرس، يعني ما كانش المجموع الواو اللي حضرتك عملته عشان تحط للطلاب حاجه زي كده، ما كنتش حضرتك جايب 100% عشان تيجي تحط الطالب منتظر منه انه يجيب 100% على حاجات خزعبليه في دماغك انت لوحدك. راعوا البني ادمين شويه، راعوا الطلاب شويه، راعوا مشاعر الناس شويه، راعوا الاهالي، راعوا التعب، راعوا السهر، راعوا كل حاجه. اللي بيحطوا امتحانات دول فوقوا شويه، فوقوا شويه، وركزوا ان دول طلاب يعني بيدوروا على مستقبل، طالعين على مستقبل في ظل اللي احنا فيه ده، طالعين على مستقبل الله اعلم مستقبلهم هيكون شكله ايه، مش هتبقى انتوا والدنيا وكل حاجه عليهم. ليه انا ما سهلش على البني ادمين؟ ليه انا ما سهلش عليهم وادي لهم امتحان؟ اه ماشي، اجيب من بين السطور، اجيب للناس اللي فاهمه، اجيب للناس اللي حافظه، بس من المنهج، من الحاجه اللي هم درسوها، من الحاجه اللي هم شافوها، من الحاجه اللي استوعبوها. هتلف وتدور، لف وتدور في سؤال من المنهج مش من بره المنهج. ليه 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 انا اجيب حاجات خياليه والمفروض ان الطالب يكون مركز وفاهم وعارف الدنيا حواليه، مش اللي في المنهج بس، الدنيا اللي حواليه فيها ايه؟ ليه مش مطالب مني؟ انا مطالب مني بمنهج، انا في ثالثه ثانوي مطالب مني في منهج الفلان الفلاني، وده الكتاب، ودي المذكرات، ودي المراجعه، ودي الامتحانات، وانا اقعد اذاكر. انما افكر تفكير خارجي بره الصندوق. ليه هو عنده 50 سنه ولا 30 سنه ولا 40 سنه عشان يفكر تفكير خارجي بره الصندوق؟ هو كان مين هو؟ ده لسه بيبدا حياته ويقول بسم الله الرحمن الرحيم حياه. كرهتوا الناس في عيشتها، وكرهتوا الطلاب في المذاكره، كرهتوا الطلاب اصلا ان هم مش ما بقوش عايزين يذاكروا المواد اللي جايه. لما المواد اللي فاتت كده وضيعت مجهودي، ضيعت تعبي، هتضيع درجاتي، خلاص ما هو هخش ايه بعد كده؟ يعني اذا كان انا ليا حلم مثلا في طب، في هندسه، ماده واحده تضيع كل الكلام ده كله؟ حرام عليكم، حرام عليكم. راعوا ربنا في البني ادمين، وراعوا ربنا في الناس، راعوا ربنا في الشباب، راعوا ربنا في الاهالي. كل دول طافحين الدم عشان سنة واحدة بتحدد مستقبل، ويجي واحد زيك يقوم مضيع مستقبله بسؤال في امتحان او بامتحان ما يتحلش. انتوا هنا في ايه بجد؟ يعني كل سنة اسوأ من السنة اللي قبلها، وكل اسئلة ملهاش علاقة بالمواد وبالامتحان وكل حاجة. اتقوا الله، اتقوا الله في الشباب، ملهاش لازم، والله ما ليها لازم. وبعتذر لاخواتي عن العصبيه، بس بصراحه يعني اللي انا شفته من كم الفيديوهات للطلاب اللي ماتت واللي انتحرت واللي اتقهرت يحزن. اشوفكم على خير في حلقه جديده، وما تنساش تسيب اللايك بتاعك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس.